تحكيم ازماته ما بتخلصش خلال هذه الفتره كابتن نصر. شوف كابتن اسلام، هقول لك على حاجه مهمه جدا. انا اسف ان انا ببدا بالحته ديت في البدايه، لان طول ما فيش اسس وقواعد ورولز احنا بنشتغل عليها كلجنه الحكام او حكام، بتحصل المشاكل. هتكلم معاك بصراحه، ويمكن الكلام ده يعني هيضايق البعض شويه، ولكن هسال سؤال يا كابتن النهارده. من غير ما اقول النهارده ان لجنه الحكام النهارده بتيجي تشتغل، ممكن تشتغل شهر وتمشي، تشتغل شهرين وتمشي، تشتغل ثلاث اشهر، على حسب انت الوضع بتاعك ايه او الاداء الحكام ايه. انا النهارده كان مش موجود بره خالص النهارده، لجنه الحكام بتيجي المفترض ان هي على الاقل على الاقل تشتغل سنه يا كابتن اسلام، تقيم اداء لجنه الحكام بغض النظر عن الاداء يعني؟ عن الاداء. النهارده انت بتحسب ايه؟ الحكام اخطات، لا شيل لجنه وهات لجنه ثانيه وهكذا. المشكله مش مشكله لجنه بس، مشكله لجنه وحكام يا كابتن ايمن، انت معايا؟ ولكن خلينا نتكلم في الاتحاد الدولي النهارده. ماسيمو بوساكا النهارده ماسك رئيس قسم التطوير تقريبا مره جه عندنا هنا ايمن، يمكن ما اعرفش انت كنت لسه ما زلت حكم ولا لا، موجود جه عندنا كابتن اسلام في 2014. ماسيمو ماسك رئيس قسم التطوير في الفيفا في الاتحاد الدولي 14، النهارده احنا في 2020، ست سنين ماسك الراجل بيشتغل مع كلينا. اللجنه ماشيه بشكل كويس جدا، في مشاكل في مشاكل، ولكن اللجنه موجود. نعم. هنا في مصر عندنا اللجنه ممكن تيجي تقعد شهر وتمشي، تقعد شهرين وتمشي، انت ما بتلحقش حتى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عندك تطوير اداء حكام، عندك النهارده بتشتغل على كل المحاور يا كابتن اسلام في 27 فرع، النهارده احنا 27 منطقه، النهارده كل منطقه ليها رئيس لجنه الحكام، لسكرتير لجنه الحكام، ومعاه معد بدني ومعاه معد فني، بتشتغل مع كل المنظومه دي كلها، ما ينفعش اشتغل شهرين وامشي. فانا بقول ايه؟ يعني الجزئيه دي مهمه جدا جدا. اولا انت بتشتغل تحت ضغط، اولا الاستقرار تقصد. ممتاز ممتاز يا كابتن اسلام، يعني انت وصلتني للنهايه. انا النهارده بحس ان انا وانا قاعد ممكن بكره اروح. يعني انا احيانا انا كنت موجود مسؤول في لجنه الحكام، وانا رايح الاتحاد ممكن تاني يوم امشي اروح. ليه؟ لان بتشتغل تحت ضغط، وبتشتغل بصفاره حكم، يعني ممكن حكم في ماتش انت عارف يخطأ، طب روح وهات لجنه تانيه. انا بقول يا كابتن اسلام المفترض على الاقل نجيب لجنه الحكام على تعاقد سنه، ونقيم ادائها الفني، ونقيم ادائها الاداري، ونقيم ادائها التحكيمي، ونحكم عليها نسيبها ولا نمشيها، دي مش مشكله. ولكن النهارده اللي بيحصل طبعا ده كله بيأثر في الاخر خالص على اداء الحكام في الملعب، عدم الاستقرار. اللي كابتن اسلام انت كنت لاعب كبير قوي قوي، مدرب بيمشي، مدرب بيجي، مدرب بيمشي، مدرب بيجي، انت كمان كلاعب بتلاقي مشكله. انت عندك مشكله طبعا كبيره، يعني انت النهارده ليك سيستم في اللعب. لما النهارده فيك مدرب مبسوط منك قوي قوي، مدرب تاني يجي يقول لك لا انا الاداء بتاعك لا قاعد الناحيه الثانيه، انت بتبقى محتار. ولكن احنا بنقول المفترض ان احنا الفتره اللي جايه سواء كان في مجلس اداره اتحاد جديد، لابد ان لجنه الحكام على الاقل يبقى تعمل عقد على الاقل سنه يا كابتن اسلام، عشان تقدر النهارده تدي وتشوف فكرك مع الحكام وتطور الحكام بشكل كويس. تمام. كابتن ايمن، عايز اسالك عن هل التحكيم